سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعمة الإيمان. الحمد لله على نعمة الإسلام. الحمد لله على نعمة الهداية. الحمد لله على نعمة التوبة. الحمد لله على نعمة الهجرة. الحمد لله. الحمد لله على نعمة الأخوة. اللهم إنا نسألك الحياة مع القرآن. اللهم اجعلنا محبة القرآن. اللهم ارفع درجتنا بالقرآن. اللهم ارزقنا محبة القرآن. اللهم إنا نسألك الموت على القرآن. اللهم اجعل القرآن حجة لنا يوم القيامة، ولا تجعل القرآن حجة علينا فنكون من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم المستضعفين من المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المسلمين في حلب. اللهم اشدد وطأتك على بشار أسد وجنوده. اللهم اشدد وطأتك على بشار أسد وجنوده. اللهم اشدد وطأتك على بشار أسد وجنوده.
اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين وفي يمن وفي عراق وفي مصر وفي تركيا وفي ميانمار وفي أفغانستان وفي إندونيسيا وفي كل بلاد المسلمين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل الزمان ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.